السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم على قناة نادي التعليم مع فيديو جديد في مادة الرياضيات للمستوى الرابع صفحة العزو 30 من كتاب الجيد في الرياضيات إذا هنا ستم الدرس السابع المضاعفات والأواصم نبدأ من التمرين الثالث أتمرن أكمل كتابة المضاعفات العشر الأولى للعددين أربعة وستة أي جدول الضرب للعدد أربعة والعدد ستة، إذا مضاعفات العدد أربعة هي صفر أي أربعة في صفر صفر، أربعة في واحد أربعة، أربعة في اثنان ثمانية، أربعة في ثلاثة اثنا عشر، أربعة في أربعة ستة عشر، أربعة في خمسة عشرون، أربعة في ستة أربعة وعشرون. أربعة في سبعة ثمانية وعشرون أربعة في ثمانية اثنان وثلاثون أربعة في تسعة ستة وثلاثون إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إذا هذه هي العشر المضاعفات الأولى للعدد أربعة مضاعفات العدد ستة هي الصفر ستة أي ستة في واحد ستة ستة في اثنان اثنا عشر ستة في ثلاثة ثمانية عشر ستة في أربعة أربعة وعشرون ستة في خمسة ثلاثون ستة في ستة ستة وثلاثون ستة في سبعة اثنان وأربعون ستة في ثمانية ثمانية وأربعون ستة في تسعة أربعة وخمسة أكتب المضاعفات المشتركة للعددين أربعة وستة أي الأعداد التي هي مضاعفة للعدد أربعة وفي نفس الوقت من مضاعفات العدد ستة إذا هنا مضاعفة المشتركة في البداية لدينا صفر هنا أربعة هنا ستة ثمانية اثنا عشر إذا هنا أيضا اثنا عشر إذا اثنا عشر أيضا من مضاعفات العدد أربعة والعدد ستة إذا هنا عشرون ليست من مضاعفات ستة أربعة وعشرون نعم أربعة أيضا من مضاعفات أربعة ومضاعفات ستة ثمانية وعشرون ليست من مضاعفات العدد ستة اثنان وثلاثون ليست من مضاعفات العدد ستة ستة وثلاثون نعم من مضاعفات العدد ستة إذا ستة وثلاثون إذا المضاعفات المشتركة للعددين أربعة وستة هي الصفر اثنا عشر أربعة وعشرون وستة و أكتب المضاعف المشترك الأصغر والذي لا يساوي صفر للعددين أربعة وستة إذا هنا نلاحظ أصغر عدد من غير الصفر هو العدد اثنا عشر إذا اثنا عشر هو المضاعف المشترك الأصغر والذي لا يساوي صفر للعددين أربعة وستة التمرين الرابع ألاحظ الكتابات الضربية للعدد اثنان وثلاثون، إذا نلاحظ هنا اثنان وثلاثون تساوي واحد في اثنان وثلاثون، اثنان وثلاثون إذا اثنان في ستة عشر، اثنان وثلاثون أربعة في ثمانية، أكتب أواصم العدد اثنان وثلاثون جميعها، إذا أواصم العدد اثنان وثلاثون هنا هي واحد اثنان وثلاثون اثنان ستة عشر أربعة و إذا سنكتبها مرتبة إذا واحد اثنان أربعة ثمانية ستة عشر اثنان وثلاثة إذا أواصم العدد اثنان وثلاثة هي واحد اثنان أربعة ثمانية ستة عشر اثنان وثلاثة أوجد أواصم العدد ستة وثلاثون إذا بغينا نوجد أواصم العدد ستة وثلاثون سنستعمل نفس الطريقة إذا ستة وثلاثون تساوي واحد في ستة وثلاثون أيضا ستة وثلاثون تساوي اثنان في إذا ستة وثلاثون على اثنان ثمانية عشر اثنان ستة وثلاثون أيضا تساوي ثلاثة في اثنا عشر ستة وثلاثون أيضا تساوي أربعة في تسعة وأيضا ستة وثلاثون تساوي ستة في ستة إذا خمسة لا ستة إذا هذه مضاعفات هذه هي الأعداد التي تعطينا ستة وثلاثون إذا هنا سنحسب مد... أواصم العدد ستة وثلاثون هي واحد و وثلاثون أيضا اثنان ثمانية عشر ثلاثة اثنى عشر أربعة تسعة والعدد ستة إذا نكتب هذه الأواصم جميعها إذا أواصم العدد ستة وتلاتون هي واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة تسعة اثنى عشر ثمانية عشر وأيضا ستة وثلاثون إذا أواصم العدد ستة وثلاثون هي واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة تسعة اثنا عشر ثمانية عشر ستة وثلاثون السؤال الموالي أكتب الأصم المشترك الأكبر للعددين اثنان وثلاثون وستة وثلاثون إذا نلاحظ هنا الأواصم المشتركة لدينا واحد واحد اثنان أيضا اثنان أيضا أربعة اه اربعة ستة عشر لا اثنان أيضا لا اثنا عشر لا ثمانية عشر لا إذا القاسم المشترك الأكبر لدينا الاواصم هي واحد اثنان أربعة هي الأواسم المشتركة العدد الأكبر فيهم هو أربعة إذا القاسم المشترك الأكبر للعددين هو العدد أربعة إذا القاسم المشترك للعددين اثنان وثلاثون وستة وثلاثون هو العدد أربعة. ننتقل إلى التمرين الخامس. جوبسيرف جو, جو كومبليت زيكريتور موتيبليكاتيف دو نومبر كارونتويت وي جيكري تو لي ديفيزور دو نومبر كارونتويت. إذا هنا سنتميم هذه الأعداد الضربية هنا. ثم نجد جميع أواصم العدد ثمانية وأربعون إذا ثمانية وأربعون تساوي واحد ضرب ثمانية وأربعون ثمانية وأربعون تساوي اثنان ضرب أربعة وعشرون لنجد هذا العدد نقسم ثمانية وأربعون على اثنان إذا ثمانية وأربعون تقسم اثنان أربعة وعشرون ثمانية وأربعون تقسم ثلاثة ستة عشر ثمانية وأربعون تقسيم أربعة اثنى عشر ثمانية وأربعون تقسيم ستة ثمانية إذا ثم نكتب جميع عواصم العدد ثمانية وأربعون إذا عواصم العدد ثمانية وأربعون نبدأ من واحد إثنان بالترتيب ثلاثة أربعة ستة ثم نسعد بطريقة عكسية إذا ثمانية اثنا عشر ستة عشر أربعة وعشرون وثمانية وأربعة إذا أواصم العدد خمسة العدد عفوا ثمانية هو واحد اثنان ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثنا عشر ستة عشر أربعة وعشرون وثمانية ثم ننتقل إلى التمرين السادس ألاحظ المتساوية واحد وعشرون تساوي ثلاثة ضرب سبعة ثم أكمل الجملتين مضاعف أو قاسم العدد واحد وعشرون هو إذا ثلاثة في سبعة تعطينا واحد وعشرون إذا واحد وعشرون مضاعف للعدد سبعة إذا المضاعف للعدد سبعة العدد ثلاثة هو إذا ثلاثة ضرب سبعة تساوي واحد وعشرون أي أن واحد وعشرون تقبل الاسم على ثلاثة إذا هو قاسم للعدد واحد وعشرون العدد واحد وعشرون هو إذا ثلاثة في سبعة تعطينا واحد وعشرون إذا واحد وعشرون مضاعف للعدد ثلاثة العدد سبعة إذا سبعة في ثلاثة تساوي واحد وعشرون أي أن واحد وعشرون يقبل الاسم على سبعة إذا هو قاسم للعدد واحد وعشرون ثم السؤال باء اكتب اواصم جميعها للعدد واحد وعشرون اذا هنا سنكتب اواصم العدد واحد وعشرون سننجز العمليات في البدايه اذا واحد وعشرون تساوي واحد ضرب واحد وعشرون واحد وعشرون ايضا تساوي ثلاثه ضرب سبعه فقط هذه هي الاعداد التي تعطينا واحد وعشرون اذا اواصم العدد واحد وعشرون هي واحد وواحد وعشرون ثلاثة وسبعة إذا أواصم هي واحد سبعة وواحد وعشرون إذا هذه هي أواصم العدد واحد وعشرون إذا هكذا نكون قد أنهينا تمارين الصفحة تسعة وثلاثون من كتاب الجيد في الرياضيات للمستوى الرابع